كانت اللحظة الأولى توقيف المركبة وتدقيقها وتفتيشها. السلام عليكم. شو ده؟ ده الثاني؟ آسف. شو ده؟ حطوا السيارة، حطوا الدوري. طيب هو القطع حشيش، هو القطع الثاني الخط. ساق الباص؟ ساق الباص مش مسك. خلاص بالماكينة الأمنية يتم إجراء له. وتم ضبط المواد المخدرة في المركبة. هسه الان بالمركز الامني، هسه السيارة طبعها ونش، حملها على ونش باتجاه المركز الامني، وداخل المركز الامني تفتش وتفتيش دقيق على الاخر. بحزم وضبط للموقف، تم القبض عليهم وتحويلهم مع المركبة إلى المركز الأمني، بالإضافة إلى المضبوطات اللي كانت بحوزتهم. يومياً مديرية الأمن العام تحبط عمليات كبيرة لتهريب وتجارة المخدرات، ومع هيك الخطر لسه موجود.